السلام عليكم إخواني أخواتي المشاهدين. غادي نحضر اليوم الرقبة ديال الغلمي. الرقبة ديال الغلمي غنديرها شوا في الكوكوط، غندير شوا ديال الكوكوط يعني طنجيات الكوكوط. تابعوا معايا، راه ما غادي سهله، راه ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه والو. ها انتم معايا، غير تابعوا معايا وغديروها، ولا درتوها راه ما غاديش ندموا عليها. راه اكثريه كاينين الناس اللي ما كيعجبهمش الرقبه ديال الحولي. هذا درت ليها غير الكمون والملح فقط، وغنديرها في الكوكوط، وما غندير لا بصله لا ماء لا زيت، كانه دخلت الفران بحال داك الشواء اللي تيكون في جامع الفنا بحالو، كتخرج نيشان على وداش. انا جربتها وعجبتني، وداكشي علاش بغيت نشاركها معكم. فايت مني درتها وعجبتني بزاف، و حتى اللي كلها معايا حتى هو عجبته بزاف، لا ولدي ولا راجلي ولا كلهم يعجبتهم. المهم الكمون والملحه، ودهنتهم مزيان، وغادي نديرها في الكوكوط دروك بلا ما بلا زيت بلا حتى شي حاجه، حيت كاين اللي كيدير الزيت وكاين اللي كيدير البصله. لا ما كتجيش زوينه هذيك الحقيقه، ما كتجيش زوينه. المهم نتوما غير تابعوا معايا، غادي ها هي يا درتها في الكوكوط، وغادي نردها دركايا تسخن الكوكوط ونقص البوطه كانه كندير واحد الشميعه. العافيه كتكون قليله بزاف بزاف بزاف. المهم غادي تشوفوها، ومن بعد غادي ديروها وغادي تعجبكم، وغادي تبقاو دائما ديروها على وداش كانه راه خرجت من الفران، ماشي الفران ديال الدار، الفران ديال التراب اللي كيعطيو فيه الشواء. المهم انا غادي في الاخير غادي نوريها لكم، وانا غير بغيت نشاركها معكم على وداش فايته دايرها وعجبتني. داكشي علاش قلت دركايا هاني بغيت نديرها عاوتاني ونشاركها معكم باش تلبيو شويه من داك الروتين ديال البصله الثومه القزبر معدنوس هذيك. لا والو، الملحه والكمون. وتابعوني ومرحبا بكم في القناه ديالي، اللي داخل جزاه الله خير واللي باقي جديد مرحبا به. المهم الشوا ديالي ها هو وجد، ها هو تبارك الله، راه جا من داك الشرفيع محمر على خاطرو وطايب. ها ها شوفوا، ها ها شوف تبارك الله، شتي كي داير، شتي تبارك الله كي داير ناشف، حرام واش فيه شي قطره ديال الماء ولا ديال الزيت. شوفوا كي داير، شتي شتي، ها ها هو، ها ها هو شتي، شتي تبارك الله، ها ها شي كي جا داير ناشف، ما فيه لا شحمه لا زيت لا ادام، زعما ما فيه والو. ها شتي تبارك الله، شتي تبارك الله كي داير، ها 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 شتي، ها هو، ها غير كتحطي عليه يدك وكيمشي تبارك الله. المهم ديروه، راه ما غاديش تندموا عليه، راه زوين من داك الشرفيع. وهاني درت لي هاد شويه ديال الديكور مطيشه ولا سلاد. المهم راه جا زوين من داك الشرفيع وجا لذيذ، ما غاديش نقول لكم انايا كي جا حتى ديروه وتجربوه، وراه طابع على خاطرو. ها هو يا بالصحه والراحه، وديروه ديروه ما تندموش عليه. يلا السلام عليكم، بالصحه والراحه.
بسم الله، السلام عليكم يا إخواني أخوات المشاهدين، تبعوني أجيو معايا شوفوني اش كندير. غادي ندير لكم واحد المفاجأة، تبعوني وشوفوا. يعني خرجت النهار زوين، خرجت ها مطيشة تبارك الله، هيا مطيشة هيا تبارك الله. المهم هاني جيت الجريدة ديالي، يا بسم الله يا بسم الله، هاني جيت باش غادي نقلع التيتيخة وغادي نقطعها ونفرقها معاكم. هاني جيت هيا هيا، الله ما شاء 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 الله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زرعتها بيديا وهي نات، واليوم هاني قطعتها ما شاء الله. المهم هي يا بسم الله، الله على ريحه. شوف واحد البريعه عندي تبارك الله قداش ولات، خصني شحال هادي ما خرجت لها الجريده مع المشاكل. الله يجيب لينا وليكم السلامه يا ربي، والهلا يسمعكم خوار خايبه، والله يهز علينا هاد الوباء يا ربي. نمشي نقلع واحد شويه ديال العنب، يا بسم الله. شوف هذا ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله. نشوف هذا، اي ما شاء الله ما شاء الله. ها هو ها هو ما شاء الله، شتي شتي ما شاء الله قداش. اها شتي ما شاء الله. هاني قلعت هذا، راه تبارك الله ولدات اللي فيه الخير والبركه تبارك الله. نقلع هذا كفى بركه، او بتيتي اختي الجرده وعنباتي، وتابعوني حتى النهايه. غادي نمشي انا وعدتكم اي حاجه درتها غادي نوريها لكم وما نخبيهاش عليكم يا المشاهدين. تابعوني تابعوني، هنايا غادي نمشي نغسلها دروك وغادي نقطعها وغادي تشوفوها، غادي نشوف نقطعها قدامكم باش تشوفوها كيفاش جات. يلا تابعوني. بسم الله يا فتاح يا رزاق يا المهور كل رزاق، نشوفوا هذا الخير. انا وعدت المشاهدين ديالي النهار نقطع التيخ ولا الدلع نقطعو قدامهم ويشوفوا. او ما شاء الله، او لي مانيفيك C'est le premier melon du jardin. Donc, ouais. je crois qu'on va en vendre. On va faire un petit business dans le jardin. Voilà. Bismillah. Bismillah. Les awwal. Petit raglat, il y a hadi. Masha'Allah. Franchement, moi j'aimerais bien goûter juste un tout petit peu. Pour voir comment c'est. Hak, yallah, bismillah, n'ta l'oul. Ah, vas-y, toi. Yallah, yallah, n'ta l'oul, sir, bismillah, kouliya. En fait, ce que j'aime bien, donc là, je viens de le goûter, là, parce que les ajmis fait petit khada, hlou. Ou bio. C'est ça. C'est que les ajmis fait petit hlou ou bio. Dada, ouais. Bio, bio, bio. Ma kain, walou. يعني طبيعي ما شاء الله. احنا دركايا غادي نتغداو
غدانا ان شاء الله، وغادي ها هو ما شاء الله تبارك الله مزيان. الانسان يدير واحد الحاجه بيديه، خص بهذا الماء ما خصوش يغفل على الحاجه الطبيعيه، حاجه طبيعيه ماشي بحال حاجه الا كانت صناعيه كنشريه وما كنشريش بحال هذا. واحد الريحه كتضرب منه راه تبارك الله تبارك الله يا ربي، طبيعي ما فيه لا هادي ولا هادي. المهم هذا غندير ليه هكا، وغادي نحط دركا يا الغدام تغداو. ها نتوما يا المشاهدين، راه ما خبيت عليكم والو، ها البتيتيخة ديالتي هي هادي، وها العنيبات ديالي هما هادو، كلشي طبيعي كلشي من الجردة، ما كاينش شي حاجة اللي هي مشرية. انا قلت لكم تابعوني وغادي نوريكم غير طبيعي واللي انا دايره بيديا، يعني غارساه بيديا وساقياه بيديا. هو كاينه تما، راه كاين الخدمه ماشي ما كايناش، ولكن النتيجه ها هي قدامكم، ما كاينش فيها لا خبي ولا درك، كلشي انتما كتشوفوا فيه. ومرحبا بكم، وانتما يا كتشوفوا كنتمنىكم ديروا بحال هكا، واللي عنده شي جريده واللي عنده شي محبق، حتى اللي ما عندوش جرده راه عنده كاينين المحابق، وراه المحبق تقدروا ديروا فيه بزاف ديال الحوايج غير المحبق. اللي عنده البالكون يديروا في البالكون، اللي ما عندوش البالكون غير في الدار يديروا في الدار، راه زعما سا مارش تري بيان. داك الشهر فيه خدام، راه تبارك الله والصلاه على النبي، العنيبات ها هما يا حلوين الله، والبطيخ ها هو يا بسم الله. طيقوني يا المشاهدين، راه بحال دايره فيه السكر تبارك الله ما شاء الله. والعقوبه نهار اللي نولد الدلاح غادي نوريه لكم مباشره تشوفوه، ما نخبيش عليكم. من داك الشهر فيه والله القسم الى احسن من داك اللي كنشريه ما فيش مذاق، ولكن هذا فيه واحد المذاق مختلف بزاف، مختلف على البطيخ اللي كنشري، مختلف بزاف. فين مشيتي شريتي كتشري فيه غير المواد الكيماويه غير ما هذا، تبارك الله وما شاء الله تبارك الله. المهم نوصيكم يا المشاهدين، اللي ما عندوش البالكون يديروا في الدار، واللي ما عندوش جرده يدير غير محبق، ويتفكرني ويدير جرده في دارو، راه الحاجه اللي هي خضراء ما كاين ما احسن منها. محبقات انا درتو في محبقات، ما كانش عندي الجرده، ودرتو في المحبق وصدق ليا، درت الفلفله مطيشه الدنجال القرعه كلشي درتو في المحبق، كان عندي البالكو فعلا، كان عندي البالكو ودرتهم وصدقوا ليا. من داك الشهر فيه درت اللوبيا ما شاء الله، درت اللوبيا جاتني من داك الشهر فيه. والمهم تابعوني، وهاني غادي نحط دركايا الغدا، ومرحبا بكم معايا، وتبارك الله عليكم، وشكرا جزاكم الله خير، تابعوني حتى للاخير.